جابر وين أخذ يزن وراح؟ قلبي حسسني إنه في إشي مخبي علي جابر. حلو، مع مين صارح؟ مع مين يعني؟ مع أبوكي. الله الله الله، بتعترفي كمان يا زينب؟ استحي يا بنت، عيب عليكي. انت شو بدك مني؟ ماما احكي لك كلمتين مع بابا، يعني حرام يطلع يزن من الجامعة، بعدين هو شو بفهمه بشغل خالد؟ انت صدقتي انه بابا ممكن يعملها؟ لا، المسألة وما فيها قرص الدم بس ليزن، لانه بالفترة الأخيرة زادها كتير. مين السبب؟ أكيد إحنا السبب، دلعناه كتير عشان نعوضه عن أمه وأبوه الله يرحمهم اللي راحوا بغمضة عين. ماما حبيبتي، يزن صار شاب ومسؤول عن حياته وسكنه ومش بحاجة وصاية حدا. يا خوفي يا بنت، تكوني حاطة عينك عليه. صحيح بابا، وين أخذ يزن؟ شايف قديش حلوة وبتجنن زمرك؟ والله يا عمي أنا أول مرة بعرف إنه إلك على هالقصص. أنت يا ولد ما بتفكر غير بالبنات. أنا قصدي قطعة الأرض اللي وراك هاي؟ مالها؟ لا لا، ما مالها إشي، بس بتسلم عليك. قطعة الأرض؟ إيه؟ أنت بتأكد يا عمي إنهم أحلوك عن التقاعد عشان المدة ولا عشان إشي تاني؟ أنت بدك تخوتني يا ولد، ها؟ انت بدك تفهم ولا افهمك بطريقتي الخاصه؟ لا خلص خلص بفهم. مادام تفهم اطلع اركب بالسياره، الله يعوض على اهلك يا خساره تربيتي فيك. بقص ايدي اذا ما حلو عن التقاعد عشان شيء ثاني.